أهلا بكم. ما زلنا نتجول بين خيام النزوح ونرصد الواقع الإنساني الصعب للعائلات الفلسطينية النازحة التي باتت تكافح من أجل الحصول على قوت يومها تحت وطأة هذه الحرب الإسرائيلية المستمرة والتي ألقت بتداعياتها على كل واقع الحال، على الواقع المعيشي والواقع الإنساني وكذلك الواقع الخدماتي. ندخل من خيمة إلى أخرى ونرصد ذات المشاهد، وربما تزداد قساوة مع استمرار هذه الحرب الإسرائيلية. هذه خيمة لعائلة التوم نازحة من المناطق الغربية لمدينة رفح منذ بداية العملية العسكرية، وبالتأكيد من العائلات التي تنقلت من مكان إلى آخر بحثا عن البقاء والأمان، وإلى أن استقرت في هذه المناطق التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة. وكما نلاحظ تعيش في هذه الخيمة الضيقة عائلة من بينها أطفال ونساء، مكونة هذه الخيمة من بعض المقومات البدائية التي نرصدها دائما، أخشاب ونيلون، وبالكاد تحمي هذه العائلات من أجواء الحر الشديد وكذلك من أجواء الشتاء الذي سيأتي بقسوة على هذه العائلات في ظل أنها لا تمتلك أدنى مقومات الحماية في هذا المكان. سنقترب من المشهد ونتعرف على واقع هذه العائلة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. أبو إيش بقولوا لك؟ أبو ماجد، أبو ماجد، واقع صعب بتعيشه العائلات النازحة منذ أن فرض عليها النزوح القسري لحد ما وصلت إلى هذه الأماكن اللي ما فيها مقومات حياة، كيف وضعك؟ وضعنا تحت الصفر، ونزحنا من رفح. إن الحين 3 نزوحات من رفح نزحنا، كنا في الإقليمي، ومن الإقليمي جينا من على 19، من 19 جينا على اللي هو منتزه الامل لنعيش اولادنا بامان وباحسن حال. لكن بالعكس، الحياه بتزيد لسوء مش لاحسن حال. كيف بتزيد سوء؟ لا في مشرب ماكل ولا مشرب. الشتاء جاي ومفيش ملابس شتويه علينا، يعني هاي الملابس الصيفيه هي اللي حتأوينا في داخل الخيمه. يا اختي، يا اخت، نفس صوت الله. البحث عن لقمة العيش في هذه الأماكن كتير صعب. كيف أنت بتاكل وتشرب؟ ناكل من التكيات. بتجي في تكية عندنا في المخيم بتعمل لنا، واحنا بنجيبه بناكل منها. وفي بتجينا من برا تكية، فبناكل من التكيات. أما أني أشتري وأجيب لأولادي أكلة العيش ما فيش. لكن متى شعرت أنه معاناتك كتير زادت؟ من أول الحرب وإحنا في الظروف الصعبة، بس زادت صعوبة بعد ما سكر المعابر. زادت صعوبة وسكر الطحين والموان وكل شيء سكرت، فزدنا بالمعيشة هذا الصعب. فالحياة صعبة جداً. يعني فيما لو هذه التكيات توقفت، كيف العائلات حتاكل وتشرب؟ مش حتاكل ولا حتشرب، لانه في اجتماع الناس فلوس تجيب، لا في شغل ولا في عمل الناس تشتغل فيه ولا ايش. فهتضل فيش فلوس مع الناس. اليوم كمان احنا بنحكي عن واقع اقتصادي صعب، حتى المتوفر في الاسواق باهظ الثمن، غالي جدا. يعني كيلو البندوره ب 50 شيكل. عمره ما صار عندنا كيلو البندورة ب 50 شيكل غير في ظل الحرب وظل الأزمة اللي احنا عايشين فيها. وكيلو البصل ب 70 شيكل، ما بنقدرش نجيبه ولا نجيب حاجة لأولادنا، فعايشين على التكيات. وين بناكل من التكيات؟ بتوفر لك كم وجبة تكية في اليوم؟ وجبة واحدة. وباقي اليوم؟ باقي اليوم الله بعيد، يعني بناكل عزعتر، بناكل دقة، بناكل أي حاجة. أنت كبير تتحمل، لكن الصغار؟ الصغار كذلك الأمر، ما فيش غير ناكل الزعتر، ويلا يلا كمان نجيب الخبز. في الظل الحالي احنا ما فيش عندنا خبز، فنحمد ربنا يعني على اللي احنا فيه. أكيد هذه عائلة من بين كثير من العائلات الفلسطينية التي تحاول أن تعيش أدنى مستويات الحياة الكريمة وبالكاد تستطيع، فكل متطلبات الحياة صعبة. كيف حالك يا أختي؟ الحمد لله كرمة. بتتقاسم المعاناة مع زوجك، مع أبو أكيد ماجد؟ طبيعي أكيد. كيف
توزعوا الحمل على بعض في انكم تشيلوا هذا العبء الكبير؟ مش تقول لك يعني شافش بدي اقول لك يعني توفير امور الحياه، اكيد في امور مش متعلقه في التكييف فقط، يعني مش بس نكون نشرب، في متطلبات ثانيه كيف توفروها؟ اكيد والله حاليا ما فيش، مش قادرين اصلا نوفر لهم اي شيء، لانه جوز انت زي ما انت شايف وضعه جريح وراتبه واقف، انه تقريبا الحين 10 شهور ما اخدش الراتب، لانه واقف راتب الجرحى من رام الله، فعايشين على اللي جبناه من رفع عليه هو بس فقط لا غير، مفيش معنى مادي اللي نجيبه ونصرف للأولاد. لكن تجدوا كفايتكم في المتوفر؟ والله حسب المتوفر عايشين عليه فقط لا غير، أما هو سادد احتياجاتنا طبعا لا. كيف بتمشي اليوم من بدايته؟ عادي، نصحى الصبح بفطر الأولاد، بنستنى التكية. ليش بتفطرين؟ زي ايش؟ بيشربوا كاسة شاي مع لقمة زعتر، جبنة إذا توفرت، والشاي حاليا بيشربوه بدون سكر، أنت شايف فيش سكر، والسكر أصلا غالي مش موجود. والغدا بنستنى التكية لما تطبخ الطبخة ونجيب لهم الطبخة بيتغدوا عليها، والعشاء نفس الفطور. طول اليوم بنجري نوفر بس عجنة اليوم اللي نعجنها للأولاد بياكلوا خبز، يعني أنا هيني جايب لهم الطحين لسه فتحته قاعد بأنخل فيه، مش طايق لا ريحته والسوس والدود، يعني تفتح لك البلان دود وسوس. خلينا نشوفه طيب مع بعض. طبعا لا مش عارفة أعجن لهم إياه. طب هذا الدقيق المتوفر في الأسواق الآن؟ هاي الموجود، هاي الموجود كله دود وسوس ملان. طبعا العائلة هذه في ظل انعدام المواد التموينية واستمرار إغلاق المعابر وسياسة التضييق التي تمارسها إسرائيل، لجأت لأن تأكل من هذا الدقيق الذي كما نلاحظ. قربي يا عم ماجد، خلينا نشوف بشكل أوضح. أنا أخلك إياه يعني. يعني واضح انه في نقاط سوداء، هي يبدو هذه اللي تقول عن السوس. شايف كيف السوس جوا مليان، بعدين الريحه كتير سيئه، يعني لو خبزته للاولاد حيبقى طعم وريحه مش حيقدروا ياكلوه. هذا هو المتوفر فقط؟ هي المتوفر، بعدين انا مش حطش احدى للاولاد، ما فيش مش متوفر كيس طحين نشتري من برا نهائي، والخبز بدوا يغلوه، كنا نجيب الربطة بسبعة الحين بخمستاشر شيكل وبسبعتاشر شيكل ربطة الخبز ومش موجودة. هاي ابني تقريبا إله تقريبا ساعة راح يجيب خبز للحين ما جاش، وأبوه من الصبح طلع من 5:30 على مخبز وقف طابور طويل عريض، يمكن قعد 3 ساعات وما جابش، روح بدون خبز ما جابش. أكيد رحلة البحث عن قوت اليوم صارت رحلة كتير صعبة. أكيد، وطول اليوم على المية المالحة الأولاد يعبوا مية مالحة، يجري أجة المية الحلوة عبوا مية، يعني طول اليوم ضيع يوم الأولاد بالتبية المية وتدور على الطحين وتدور على الخبز. أكيد هذا اللي بنلاحظه في كل واقع الحياة. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ فرح. فرح، بتشيل العبء عن الوالدة بما أنك أنت الكبيرة، صحيح؟ صحيح. كيف شايف الواقع؟ مش كويس. من أي ناحية تقريبا؟ ناحية كل حاجة، المادية والاقتصادية والسياسية، كل حاجة. تجد صعوبة في أنكم تتفهموا أنه مسألة الأكل والشرب مش زي زمان صارت؟ يعني صار اليوم أنه أنت تبحثي عن لقمة العيش اللي بدك إياها ما تلاقيهاش؟ كيف بتستوعب الأمر؟ احكي لي. مش مستوعبينه. قولوا كيف كانت حياتنا وكيف انقلبت صارت. هذا السؤال اللي أنا بسأله لفرح، كيف كانت حياتك وكيف صارت؟ كانت حياة حلوة واضح، صارت بالمرة مش حلوة خالص. كيف وقع الخيام وحياة الخيام؟ نعم مش حلو، صعب جدا. لكن بتشوفي أبوك وابنك قديش بكافحوا عشان إنه أنتوا تأكلوا وتشربوا؟ شوفه. إيش الشعور اللي بيجيك؟ شعور صعب جدا، إنه هن يدوروا يطعمونا وهذا ومش لاقيين ومش قادرين، شعور صعب.
إيش أكتر شغلة بتتمنيها؟ ترجع حياتنا قبل في رفع حضارنا. أكيد، وهذا ما يتمناه كل النازحين في هذه المناطق، وربما ما يزيد من معاناة هذه العائلة أن معيل هذه الأسرة هو جريح منذ مسيرات العودة الكبرى على حدود القطاع الشرقية، وقد أصيب إصابات بالغة في قدمه اليسرى من جراء استهداف أو قناص من قناصة الاحتلال، وهذا ما أدى إلى إعاقة جسدية تعيق هذا الرجل عن التنقل، ويجد صعوبة في البحث عن قوت اليوم ولقمة العيش الكريمة. وجاءت هذه الحرب وألقت بتداعياتها على واقع هذه العائلة، فباتت تكافح كل يوم من أجل أن تأكل وأن تشرب فقط. من منطقة مدينة خان يونس من أقصى جنوب القطاع، بقناة الجزيرة مباشر، جمال عدوان.